طيب هنروح تنزانيا، معانا عبد القادر سيف الاعلامي او الصحفي التنزاني، هيكون معانا من خلال الفيديو كونفرنس. مساء الخير يا استاذ عبد القادر. جود افتر. جود افتر. خير عليكم. بدايه خليني ابدا معاك بعد الترحيب بيك طبعا على شاشه الاهلي بالتحضيرات او الاجراءات اللي خدتوها عشان تستعدوا لمباراه الاهلي وسيمبا التنزاني في دوري ابطال افريقيا. الاعدادات التي نقوم بها الان تقام على اعلى مستوى، خاصه وانه الى هذه اللحظه كلنا متحمسين. رئيسنا يتابع هذا الموضوع بكل القوه والاهتمام علشان نتاكد ان كورونا مش هتاثر على ترتيب او لاعبي المباراه، وطبعا احنا بنحاول ان احنا نقوم بكل ما يقوله الكاف. وطبعا مصر هي فريق بيمثلها فريق قوي ونحن يهمنا حمايته. هذه المباراة مهمة بالنسبة للأهلي وللسيمبا وللمشاهدين. مهم جدا نعرف أجواء المرتبطة بالمباراة، يعني سواء كنا بنتكلم على الأوضاع الخاصة بفيروس كورونا في تنزانيا، الإجراءات الاحترازية والوقائية، الحالة الجوية حتى يعني للمناخ في تنزانيا في الوقت الحالي، والأجواء اللي هتكون مصاحبة للمباراة. نعم، أقول لكم أولا أن المناخ مناخ جيد صيفي يعتبر بالنسبة للكثيرين. الماتش هيتلعب في حدود الساعة 3 بعد الظهر. الأهلي طبعا بالنسبة لي المناخ هيكون مقارب لما هو في مصر، وطبعا برضو هنقول أن يمكن يكون بعض الحرارة، ولكن أنا عارف أن لعيبة الأهلي يقدروا يتخطوا هذه المشكلة فيما يخص درجة الحرارة. ولكن فيما هو أهم وهو موضوع الكورونا، السيمبا والأهلي أعلنوا رسميا ان كل انهم بحاله جيده، وان كافه المشاهدين عليهم الالتزام بلبس الكمامات وكذلك المرور ببعض الاختبارات قبل دخول الملعب وتعقيم ايديهم وكل ما هي اجراءات احترازيه قالت عليها منظمه الصحه والكاف. الاعدادات تقوم على اكمل وجه، وانا اتمنى ان الوضع يكون مناسب جدا لكلا الفريقين، ونتمنى ايضا ان الاهلي وسيمبا يقدروا يلعبوا ويفرجونا على كوره جميله يوم الثلاث ان شاء الله. طيب يهمني اعرف سعه استاد ملعب المباراه، وايه هي نسبه الحضور الجماهيري اللي هيتم السماح ليها بحضور المواجهة بين الأهلي وسيمبا؟ طبعا فيما يخص الحضور، احنا النهارده بنتكلم في حوالي 30,000. كما تعلم الاستاد القومي في تنزانيا يسمح بما هو اكثر من 60,000 مشاهد، وبالتالي التزامنا بنص العدد بناء عن ما قالته الكاف. يعني إذا كان النهاردة بما أن تنزانيا ما فيهاش كورونا فيروس، يعني إحنا هنا في كورونيا الحمد في تنزانيا الحمد لله ما عندناش كورونا، وبالتالي هيكون في حضور جماهيري من جهة سيمبا بطريقة كبيرة. وطبعا توقعوا بقى أن يبقى في تشجيع واستخدام للتورشز، وطبعا تعبير عن فرحهم وحبهم للكرة وللماتش وأهميته بالنسبة لهم. هل نتوقع أنه حتى يكون في مؤازرة لجماهير النادي الأهلي؟ هل تم تخصيص مدرج يسمح باستقبال جماهير النادي الأهلي في ملعب المباراة؟ خدوا بال حضراتكم انه في بعض المواجهات الافريقيه جماهير الفرق المنافسه لصاحب الارض ممكن انها تشجع او تؤازر النادي الاهلي. انا بقول ان طبعا هيكون في مشجعين للاهلي، ولكن طبعا اكيد انتم متوقعين ان يكون سيمبا في بلده عنده اكبر عدد من المشجعين، وطبعا هيبقى كتير منهم جايين عشان يشجعوا بجد مش بس يتفرجوا، الا ان طبعا مش هيكون الملعب كله لسيمبا. طبعا هنا برضو عندنا مصريين بيعيشوا في تنزانيا، وفي العديد من مشجعي الكره كره الاهلي والكره المصريه كذلك،
الزمالك وكره الزمالك، وبيتهيألي ان هيكون في الماتش بخلاف التنزانيين بعض المصريين او الافارقه الشباب بيشجعوا الاهلي في هذه المباراه. شخصيا انت وجهه نظرك، هل تتوقع انه يكون في مسانده للنادي الاهلي من جماهير يانج افريكانز؟ طبعا ايوه هيكون، ولكن مش هيكون بالقدره يعني كبيره، لان طبعا هيكون في عدد كبير من مشجعي السيمبا، لان اليانج افريكانز عدد مشجعيه وعدد مشجعيه هنا بيشجعوا الزمالك، وهم يعني بيشجعوا بالتالي منافس الاهلي، فبالتالي الاهلي والزمالك هو والوضع اللي بنتكلم فيه فيما في يانجا وسيمبا هيكون في بعض المشجعين ولكن مش كتير على ما اعتقد. طيب خليني اسالك اكتر على فرقه سيمبا، وهل الفرقه جاهزه انها تلعب ماتش الاهلي؟ هل الفرقه كملت العدد، خصوصا طبعا بعد ما يعني خدوا دفعه معنويه كبيره جدا بفوزهم على فيتا كلوب في انطلاق مشوارهم في دوري المجموعات؟ نعم، هيلعبوا بكل لاعبيهم، وان كان هناك بعض اللاعبين الاساسيين زي جون بوكو اللي مش هيكون موجود لانه حاليا في اصيب على ما اعتقد ان مخطئ الترجمه في مباراته في كينشاسا، ولكن هيكون ايضا عندنا لاعبين جدد لم يلعبوا قبل ذلك في سيمبا زي لوكوسا جونيور الذي لعب لكوما تشامب في فريق الاسبيرانس التونسي، وكذلك لاعب اخر لعب في أنجان وفي زيمبابوي، وكذلك لاعبين آخرين شباب من لاعبين سيمبا. أعتقد أنه سيكون من المناسب لسيمبا أن تكون كل هذه اللاعبين في مثل هذه المباراة الشيقة والشاقة مقابل الأهلي. طب لو كلمتك على الأهلي حاليا بالنسبة لطبعا كونه مش بس بطل مصر لكن بطل القارة الأفريقية، وأيضا حصل على الميداليه البرونزيه في كاس العالم الانديه الاخير، من وجهه نظرك ازاي بتشوفه ده؟ وهل تتوقع ان المباراه رغم انها بتتلعب على ارض فريق سيمبا التنزاني تكون فيها نديه، فيها منافسه؟ تتوقع انه سيمبا يلعب مباراه مفتوحه يحاول يهاجم فريق النادي الاهلي، ولا تتوقع انها تكون يعني بسيناريو معاكس؟ هتكون مباراة جيدة، ده أكيد مباراة شديدة الكثافة شديدة التقنية. بيتسو موسيماني أنا عايز أقول وجوميث الاثنين مدرستهم كبيرة والاثنين اشتغلوا في مصر. الهدف من المباراة أو نتيجة المباراة بتكون أهم بعد المباراة، إلا أن رد الفعل اللي احنا شفناه من الأهلي في الشوط الثاني لمباراته في كأس العالم مقابل بايرن ميونخ كان مجهود كبير، بعد ما دخل محمود كهربا واخرين زي وولتر بواليا. الماتش انا بقول لك هيكون صعب، هو هيكون يعني موقعه تكتيكيه بين الفريقين، وزي ما انت عارف وانا عارف الاهلي هو اكبر فريق في افريقيا. سيمبا ابتدى يعني انه يصبح من ضمن الكبار مؤخرا فقط، وبالتالي النهارده برضو عايز اقول ان نسبه التمويل والتقنيه الموجهه لكلا الفريقين هناك فرق، بس انا متوقع ان في مصر الفريق المصري وكل الفرق المصريه المحليه لكل دوله محببه لدى شعبها، وبالتالي بالنسبه لكم الاهلي يعني نتمنى انها تكون مواجهه موفقه، ونتمنى ان التوفيق يكون حليف النادي الاهلي. بشكرك طبعا شكرا جزيلا على التواصل معنا عبد القادر سيف من دار السلام.